من أتى إلى عراف أو كاهن فصدقه بما قال فقد برئت منه ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب خرج من الملة. يا رب سلم. قس عليها إيه؟ قراءة الفنجان. المندل. المندل. فتح المندل والفنجان والكف. قراءة الكف. مش عارف ورق الكوتشينة. في ناس هذا يخرج من الملة. قال وإن لم يصدقه ما قال. طب راح كده من جنب الهزار راح فتح الصحيفة الصبح صباح. برج الجدي. برج الدال. رسالة مهمة تصل. يجي له قرار فصل بفضل الله سبحانه وتعالى من العمل. هذا إن لم يصدقه بما قال فلن يتقبل له عملا 40 يوما. إن صدق يخرج من ملة محمد عليه الصلاة والسلام وإن لم يصدق لا يقبل له عمل 40. لأن أنا أشجع. لأن أشجع أنا العراف والكاهن وضرب المندل وضرب الودعة وفاتح قارئ الكف وكل كلام تهريج. ماذا يضر هذا في مصادر الشريعة الإسلامية؟ لأننا وكأننا نصدق غيبا غير غيب الله ولا يعلم الغيب إلا الله. يقول إنها حسابات فلكية. لا 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 كذبوا. لو كانوا يعلمون لعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا على لسان الرسول ده في كتاب الله. أنا ما أدري. رسول ما كان يعلم. لا لا سبحان الله. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وما مسني السوء. قل لا يعلم الغيب إلا الله. إن الله عنده علم الغيب. عنده علم الساعة. عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس أيضا تموت. هذه ما قالها الملك لما رأى ملك الموت في الرؤية. قال له متى تقبض روحي؟ بخصوص الحلقات الوعد الحق. ملك الموت عمله كده في الرؤية. أشار له بخمسة أصابع. ما يعرفش. فقام الإمام مالك يسأل عالم التفسير ابن سيرين قال له إنهن خمس لا يعلمهن إلا الله يا عالم المدينة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الغيب لا يعلمه إلا الله. نلغي من حياتنا. تعرف إن في قطاعات من المسلمين حياتهم كلها على المنجمين والعرافين والأبراج والأعمال والأبراج وندخل في باب السحر والشعوذة وفك العمل ومش فك العمل. كان يقول لها بجذور حينما كانت تستمع الجن إلى السماوات ينصتين ويأخذون الأخبار وتبلغها للكهنة والكهنة تبلغها للناس. أما يعني فيها شيء من الحقيقة. لا 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 أما بإرسال بعثات النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل اقرأ الشروق المحمدي ظهر وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. خلص أغلق الموضوع حتى انتهت. أغلق الموضوع. نحن الآن الجن في عالمهم ونحن في عالمنا ولنتقي الله ولنرفع ديننا دون خزعبلات ودون دخول في هذه المعمعة. يعني اسمح لنا يعني نحن نتعلم يعني. سيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى سخر له الجن فيقال انه له مواثيق وعهود على الجن كانت تحت الكرسي حينما مات ووقع دبت الارض تاكل من ساته انكشفت هذه المواثيق فاخذوها واتصلوا بالجن ومن هنا يعرفون هذه الكلمات وانه كان انا ما دعوه كل قصص دي انا دعوه بكتاب الله وانه كان ده ايه فعل ايه فعل ماضي شو تعلمتوا الناس كده ولا في ولا كان ده فعل تاني فعل ماضي انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا سليمان وجنوده من الجن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هذا أمر الأمر الثاني أن كان الجن يعملون له تماثيل تماثيل كانت مباحة في عصر سليمان هل التماثيل مباحة في عصرنا؟ لا خلاص هذه شرعة يعني لكل جعلنا إيه منكم شرعة ومنهاجة جعلنا شرعة ومنهاج شرعة ومنهاج كان الجن في العصور أما الآن اكتمل العقل البشري الأمور واضحة تركنا على المحجة البيضاء هذا طريق الصواب هذا طريق الخطأ اعمل ولا تكن كهؤلاء الذين لا يكادون يفقهون قولا يا ذا القرنين إنا جهلاء احنا مش عايزين نكون جهلة زي دول احنا عايزين نكون علماء فضلاء نبني الدين ببناء الدنيا وسيدي معرفش مين العارف بالله العارف بالله من عرف في دين الله وعرف كتاب الله وعرف فقه رسول الله ودل الناس على الخير انا احمل حذاءه على رأسي ويقول له اسم أمك ويتصل باسم أمه يعرف الكلام التهريج ده ما أنزل ربي من سلطان تهريج قال صلى الله عليه وسلم أحسنوا تسمية أبنائكم فإن العبد ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة مش باسم أمه ما فيش اسم أمه دي احنا مقتنعين باسم أمه اسم أبيه باسمه واسم أبيه يا فلان يا ابن فلان مش ابن فلانة ما ذكر في القرآن اسم امرأة قط إلا أمنا مريم
عليها السلام رضي الله عنها، ام الصديقه، ام سيدنا عيسى، لحالتها الخاصه. لقد سمع الله قول التي، نعم، وراودته التي، صحيح. سبحان الله. الثانيه بتاع المرات نفس القضيه، واوحينا الى ام موسى نفس القضيه، امراه نوح، كانت تحت عبد، كانت ما قالش اسماء. ليس هذا من باب احتقار، هذا من باب ان الدره اليتيمه تحفظ حفظا غالبا. مريم ذكرت في القران لحالتها الخاصه، هي حاله خاصه فقط. بس يعني ليس عيبا. لما نص الرسول عليه الصلاه والسلام تحديدا على العراف؟ هل كان هذا منتشر في شبه الجزيره العربيه؟ لا اله الا الله، الله اكبر. العرافه دي والكهانه كانت اساس في البيئه العربيه، فجاء الاسلام انهى هذه المساله. كانت التوله اللي يعلق التوله اللي هي زي الحجاب، الخرزه، الودعه، الخرزه الزرقاء، التميمه والفعل. التميمه، من علق تميمه فلا اتم الله له، ومن علق وديعه فلا اودع الله له. وهذا حديث، هذا حديث رسول الله. الحجاب في قرآن، نفس القضية، في آية الكرسي. هو آية الكرسي تقرأ ولا تحمل، هو المصحف توضع تحت المخدة تحت الوسادة. هذه بدعة، هم مبتدعون. احنا اتكلمنا عن البدعة ولا لا؟ هذه بدعة. القرآن بقراءته لا بحمله، لا بحمل. جميل. هذا كلام يجب ان يكون واضح، يعني لا يضع في جيبه تحرسه من كذا عناية. الحراسة بقراءته وبالعمل به، الحراسة بالعمل به. ولذلك احنا راينا من ضمن الذين يقرؤون القران ولا يطبقونه، ها، صحيح، من اول موجبات عذاب بس ما نفعه القران الا ان يعمل به. صح. ثم من اتى الى كاهن فصدقه بما قال فقد برئت منه ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام خطير جدا، خطير جدا، يجب جدا ان نتوقف. صورة العراف والكاهن الآن فضيلة الشيخ متمثلة في من؟ قارئ الكف، أيوة، قارئ الفنجان، الفاتح الكوتشينة، عامل الأبراج، يسمى بالمندل، يسمى بالأبراج، والأبراج. بس لكن ده الفلك، ده علم، الفلك ده علم، اللي حركة النجوم والكواكب والأفلاك، ده علم، لا دخل له في هذه.